هلا بدنا نختبر مهاراتك بالبيع بدون ما تعرفي شو في بقلب الصندوق. يعني رح تفتحي لهيديك الميل بدون ما تعرفي شو في بقلبه، وانا رح اسالك اسئله وتبيعينا اياه بدون ما تعرفي شو في بقلبه. شو رايك؟ ايه شو هالفوندوز هيدي اللي مش عارفه شو؟ قومي وقفي حدي. لا انه كيف بدي بيع شيء ما بعرف شو هو؟ بدك تعرفي هلا اليوم فوندوز، هذا فوندوز كثير هالقد ارتجلي. وقفي محلي، وقفي هون هون هون، ما بدي اياكي ما تشوفي شو فيه. تفو السكرين. لا تفو. لا تفو عليك. اوكي يلا. واحد بس الجمهور حيشوف شو في بقلبه. في شيء كثير حلو. اوكي. ريحته كثير حلوه. اوه جنن. فيك تشربه، فيك تاكله، فيك ترشه. طيب في انا اسالك اسئله معلش؟ ايه تفضل. ليش لازم كل واحد يكون عند من عنده من هيدا اللي بالصندوق؟ لحتى تضل ريحته حلوه. يعني لازم يمرمغ جسمه فيه؟ لا مش بالضروره. اوكي. شيء منه. قد ايه ضروري ومفيد لاعضاء الجسم هيدا الشيء؟ مفيد لكل اعضاء الجسم. اي عضو تحديدا؟ الراس، الدماغ. الراس كيف بدي استعمله؟ كيف بدي استعمل هيدا على راسي؟ بتحطه وبتكبسه هيك براسك. شو عم تحكي؟ بيتاكل ولا بينحط بس على جسم بيتمرمغ؟ هلا اذا حابب تاكل، اذا عندك هوايه الاكل فيك تاكله. طيب اذا بدي اكله مسلوق ولا مقلي ولا مشوي؟ ليك مسلوق مشوي مقلي كيف ما كان بيزبط. اوكي منيح للبشره؟ جيد جدا، رائع للبشره. شو برايك في بقلب الصندوق؟ ما بعرف، في شيء كارثه. قرنبيطه. لانه قالوا لي انك ملكه القرنبيط. شو علاقتك بالقرنبيط؟ طيب القرنبيط بحبه كثير، اطيب اكله. اوكي بس لشوف، بس لشوف هاي صينيه من اغراضك. ايه لا برمى هيك. ايه هاي صينيه، هول الاشياء. هاي شو مثلا؟ شم ريحتها. صابونه. هاي صابونه. هاي صابونه ايدين جسم. عندك صابون، هيدا كله صابون. عندك بادي ميست، عندك شاور جل. اه بدي شممك. هاي كادولا المحل، كادولا للبرنامج. هيدا كادولا لكم. انسي انسي، انا بعدين طلع ما تطلع. كل حدا بحب شيء يشم هيدي ريحتها. اه هاي شمعة ليك. هاي هيدا غار. بغار عندك هيدا. حلوين كثير. طيب هلا رح نلعب اللعبه. هول اغراضك، رح اتقمص انا دور الزبون ورح اقول لك انا شو الحاله ورح انت تبعيني. دغري تبعيني، بدي منك رده فعل سريعه. مرحبا، يعطيكم العافيه. قالوا لي هون عندكم بتبيعوا صابون؟ ايه طبعا. انا بالمكتب الاعلامي لاحد السياسيين، بدي صابونه بتنظف له ايديه من العمل السياسي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. يعني والله كنت بحب، بس نحن المشكله انه بضاعتنا كلها مواد طبيعيه وخام. يعني المشكله لا تقدر تنظف له ايديه، بدك مواد، يكون في مواد كيماويه او اسيد. للاسف ما عندنا طلبك. ولو بعتذر كثير منك. كثير حسه بدي اقول بدي شيء. بدي شيء هيك، بدي شيء نبيه بيرغي. اوكي. بدي شو؟ شيء نبيه بيرغي. بيرغي. اوكي. هلا انا زبون فتت على المحل بدي اشتري، وبدل ما اشتري انعجبت فيك. بونسوار. اهلين بونسوارين. شو بتحب؟ في عندي بدل ما برش لك. طيب صابونه، شمعة. بدي حيالله صابونة، ما بتزحط لي إذا أنا بدي أقرب عليكي. أدي كيف هالبيك أب لاين؟ في غيرك قبل كانوا معي وصابونة. صابونة بالعين؟ لا صابونة، صابونة تركوني يعني صابونة. وفي غيرك كتير انعجبوا فيه لدرجة صابونة بالعين. انت اي صابونه بدك تعطيني لبطل ارغي؟ ولا كان بودي، بس انه انت بلا شعر. بعدين ما بحب يعني اجرحك، بس انه انا لزبيان. سوري. لحظه هيدي من ضمن سكتش ولا هي سكوب؟ بس تعرف. لا شو؟ لا اكيد لا. من ضمن السكات؟ ايه طبعا. اوكي. معقولة؟ اوكي. زبون وقح كمشتي عم يسرق صابونة. شو بتقولي له؟
بيشيب شعره قلت ما فهمت كلكم ضدي بالبرنامج؟ في حدا معي مثلا؟ اه ضد ايه؟ بدك تمد ايدك سريع اخو شريتي ها؟ ايه هو هو اسرع واحد فيهم هول